جزدان تدري هذا المكان ما يليق بي. لا بالعكس، اصلا مكان حلو. هذا جيب. ها جيب؟ شجيب هاي عصير وشغلات. مو عصير، جيب. جيب شجيب ما اريد الزبائن يسمي، يعني مكان رديء ما يليق بي كدكتور. لا بالعكس، اصلا ما حد يجي بي. اذا ما حد يجي بي ليه جاي؟ لا قصدي بس الشخصيات المرموقه المحترمه، مطعم حلو فاخر. انا دكتور ما يليق بي اجي بيج اماكن. صدق نسيت اسالك دكتور، انت شلون كمل الدكتوراه؟ القرايه صعبه، انا ثالث متوسط وما عرفت. لا لا لا، انا يعني انا دكتور مو بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، طبيب. دكتور طبيب. طبيب. يعني من ياك كليه تخرجت؟ من ياك يعني طبيب منين تخرج؟ من كليه الاداره والاقتصاد. حلوه، خوش كليه. بابا طبيب كليه الطب. كلية الطب؟ إيه طبعاً، طبيب كلية الطب طبعاً. مهندس كلية الهندسة. صحيح. تفتهم زين، شنو اختصاصك بالطب؟ أنا اختصاص أطفال. حرامات. ليش؟ مش عجب ما كملت يعني. شا كمل؟ يعني عن نص وقطامتها فهد مرة دكتور مال كبار سويها، ليش أطفال ووقفت؟ أنت فايت بيها فايت. فايت سايق كوستا قطامتها. بابا طبيب أطفال وأفتهم أيضاً بالكبار. طبيب. ها يعني اختصاصك اطفال؟ طبعا. اي قاريها انا اخصائي، يسموه اخصائي اطفال. صح صحيح. يعني ما زعاطيط. زعاطيط يعني مال الولاده. انا مو ببيتي قابله ماذونه يعني جده. واني شنو؟ انت جد. حبيبي هذا المكان الظاهر مأثر علي. انا طبيب اطفال وافتهم بالكبار. طبيب. ها يعني بالكبار هم تفتهم؟ طبعا. ما شاء الله. امزين ذكرتني دكتور، عندي حاله كلش غريبه بدي اسالك عليها. وهي دكتور شو من ما اكل اجوع ومن ناكل اشبع، هم صايره بيك؟ اي طبعا، كل الناس من تاكل تشبع. طبعا حاله طبيعيه. شو يصير عندك؟ يصير عندي مغص. وين؟ ها وين؟ غير بطني. وين؟ وين دكتور؟ وش وقت يجيني دكتور؟ شو وقت؟ المغرب. شو وقت؟ المغرب. المغرب. اي خلى فحصك. ايوه. بس ايش اقول؟ ادخل. ايش ادخل؟ متى تدوق؟ يا ستار. ما اكل شيء؟ دكتور قابل هذا جربك ما يصير، مو كل ما نجي تدز على اكل. الله يخليك. براحتك. باي.